أغاني أيها الأسترارين. بسعود الأول يد واسماهيل جنبي عندي في الوشب بعض في يلعب حديد دايب عبد بنتي 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 اللمبي موضوعي بقى طرطة وبنكو فيه صوري قولوا للتاريخ اللمبي ايه بحكي لهم أساطير الهيل اللي ما بزيه ما وتتتت فيا عتتت هتمروا أنا مش عارف الست دي موضوعها مكلكع كده ليه؟ والله ما أنا عارف، رغم غباوتها أنا عندي إحساس إنها لازم تكون مظلومة، مش عارف ليه. أنتوا دورتوا في حاجة الراجل ده اللي اسمه عم صالح؟ أنا أدور ليه ابنه اللي بيدور؟ أنا مالي؟ يا بني آدم أنت مش قلت إن ابنه ممكن يساعدك؟ وافرض خلاص خد ابنه وروحوا عند الراجل ده ودوروا في هدومه محفظته ورقه. هي دي كل الحاجات بتاع المرحوم؟ ايوه يا فندم. هي Thank you.
ليه الفكره دي ما جتش على بالي من الاول؟ شد نفسك يا مان! اتفضل يا سعاده الباشا. دول كل المسجونات اللي اسمهم ليلى، بس في ملحوظه صغيره يا باشا، عطيه معاني وما اسمهاش ليلى. ليه هاد الذكاء ده يالا؟ ايوه كده ساعدني. جاك مصيبه تشيلك. امشي يالا. الصف الاولاني ده يرجع ورا والتاني قدام. نفذ يا بيت نفذ. اقعد قدام. ايوه قدام بسرعه بسرعه يا اخي. انت انا تعال انصرف. شرف شرف شرف. في حاجه يا باشا؟ مالك يا شعبان؟ ده انا بقول لك الكلمه مرتين وثلاثه وانت مش معايا خالص. مالك النهارده فيك ايه؟ جرى يا جيجي، ما احنا الاثنين قاعدين مع بعض اهو وانا قدامك زي الفل. لازم تعرف طبعي من الاول. انا احب اعيش في سعاده وفرفشه. مفيش مانع يجيب لنا شويه هموم في النص نخلص منها اوام اوام ونعيش حياتنا سعده. قول لي فيك ايه؟ حاضر يا حبيبتي هقول لك. ويعلم ربنا ان انا ما كنتش عايز اتكلم معاكي عشان ما اضايقكيش، لكن ما باليد حيله. الحسبه اللي انا كنت حاسبها في دماغي برمت مني على الاخر، والقرشين اللي كنت محوشهم بعطروا يمين وشمال ما بين شويه ديون كانوا عليا، والحمد لله سددتهم، وما بين بعض اصحابي اللي كانوا عشمانين فيا واستلفوا مني فلوس، ويا عالم بقى هيردوها ولا لا. ده غير شويه خسائر هنا شويه خسائر هناك، وفجاه لقيت الدنيا كلها اتدربكت تحت مني، وما بقتش فاهم حاجه خالص. ياه كل ده يا حبيبي جواك ومخبي عليا. ايوه حبيبتي حط نفسك مكاني. مش سهل عليا طبعا ان وانا ببتدي حياتي معاكي امد لك ايدي واقول لك اديني انا محتاج، مع العلم ان المفروض ان انا اعيشك برنسيسه مش محتاجه اي حاجه خالص. ينفع ده؟ طبعا ينفع. ايوه احنا مفيش بينا فرق. ايوه حبيبتي بس انا كرامتي ما تسمحليش. هو في بينا فرق. قول لي انت محتاج كام؟ حبيبتي ده مبلغ كبير قوي. ولا يهمك اللي انت عايزه. فرفش بقى. حاضر يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك. يا سمير ما قلتليش ايه رايك في البروكه دي؟ حلوه. انا يا سمير مالك؟ انا عايز حقي في عمليه قطط على داير مليم ومد الكلام. انا يا صالح ما تفتح. اهلا يا عم صالح. أنا هقول لك يا باشا على كل حاجة، بس اضمن لي سلامة بنتي. أوعدك إن أنا هعمل كل اللي أقدر عليه. سمير يا باشا. مين سمير ده؟ هو اللي فتح لي عينيا على شعبان وخيانته ليا وخطف بنتي من حضني ورميتي هنا في السجن. سمير هو اللي هيدلك على شعبان يا باشا. معلش يا باشا أنا آسف، أنا شفت حاجة أنا مصدقها لأنه باين في عينيا جدا الصدق، وده نقدر نوصله إزاي؟ ممكن تسكت أنت شوية؟ ليلى سمير ده نقدر نوصل له ازاي؟ هو جاي لي بكره على الزياره. شكرا يا ليلى. اتفضلي انت روحي على الزنزانه بتاعتك يا بكير. ايوه يا باشا. وصلها. انت اكتب لي طلب استئناف وانا همضي لك عليه على طول تقدمه للمحكمه. لو سمحت يا عباس باشا انا كنت عامل كده من نفسي، لان انا كمحامي مجتهد تفاصيل متعشقه في بعض، وانا كان ليا عتاب بسيط عند سعادتك. اتفضل. حضرتك كلمتني بشكل غير لائق قدام السجينه، لكن انا مش زعلان. صدق ان انا عايزك تزعل، لان لو صوتك عالي شويه احبسك. اطلع بره يلا، انا كل اللي يهمني قضيه قطعتها. حاضر حاضر يلا. حاضر حاضر يا سلطان المساجين، يا سلطان المساجين. مجنون ده ولا ايه؟ ازيك يا بكير؟
اتفضلي يا ست لميس هانم، والله ده السجن كلها تنور وربنا. ازيك يا جدو؟ انا ابويا يا حبيبتي، وحشتيني. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله. في حد مزعلك؟ لا. خدامه زعلتك؟ لا. عباس زعلك؟ لا. بكريم زعلك؟ لا. الطباخ مزعلك؟ لا. الخدامه زعلتك؟ لا. حد زعلك؟ لا. طب ازعلك انا؟ بس يا حبيبي بتضحك على ايه؟ انت بصي جبت لك ايه حبيبتي؟ حبيبتي اهي. ادي شوكولاتة فيها زبيب؟ لا مكسرات. مكسرات؟ ايه المكسرات دي؟ حلوة. ما تتكسرش يعني شوكولاتة؟ انت بتحبيها. انا بحبها دي. طيب اسيبكم انا بقى للمشاعر الجميلة دي واعمل تفتيش على السجن. قطاطة يلا. حاجات اللي على المكتب دي محدش يمد ايده عليه، ده حاجات مهمة. تسرقي حاجة تلعبي في حاجة أنا بقول لك. جدو بيهيف. أيوه جدو بيهيف. جدو بيهيف على طول يسكن بيهيف. أضرب إيه؟ أمال ده هو اللي بيسرق كل حاجة يا عباس. يلا بكير. ومصعب وأنت عباس. عباس بيه. مشي 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 مشي. عباس بيه. مشي. مشي. عامل إيه؟ الحمد لله. كويسة؟ أسيب البيت اللي بموشة. حاولتي كمان يا قطاطة قوي. طب تعالي بقى نقعد هناك. هناك يلا. عشان عايز انزل احكي لك الحدوته. يلا يلا. استني. تعالي. بس هتاكليني شوكولاته؟ اه يلا. استني بقى. براحة براحة يلا. ماشي بقى. يلا. انت فين؟ انا هنا انا هنا يلا. يا قطاطة حرام عليكي بقى. ماشي بقى. يلا يلا. اخش كده؟ ايوه عشان تاكلي الشوكولاته. يلا. اي 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 بس. يلا تعالي. يلا بقى عشان تقولي لي. ماشي معاه. تحكي لي ايه اللي حصل. اي براح براح. انزل انا معاه. براح. حبيبتي يا قطاطة وحشتيني. انت كمان وحشتيني. يلا بقى احكي لي ايه اللي حصل. حصل في ايه؟ اللي حصل في الليمبي. الليمبي؟ يا حبيبي. اهو. جاي لك اهو. جاي وهو معاه شوكولاتة. سندوني. على مالك انزل 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 ما تخافش انزل انزل انزل. ايوه. بس سيب نفسك. سيب نفسك سيب نفسك. ما انا مش عارف امسك نفسي. سيبني انت. اه انا سبتك. ايوه. متشكرين قوي اخويا متشكرين. الله يخليك يا لمبي. ايه لمبي؟ لمبي انا هنا اهو يا عم هريسه. عارف فين؟ امال مين اللي ساحبك؟ اصل انا اديني كام يوم كده بيجيني غيبوبه. ايوه ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي. طيب يمكن دايخ اجيب له نبوت العسكري. تجيب له ايه؟ نبوت العسكر؟ لا والنبي والنبي عود يا اسمك ايه بقى؟ مش وقته اسمك ايه والكوارع اللي منزقه ايدك دي؟ اهدي منها شويه. اه ايه؟ عاجبك كده؟ عاجبك؟ انا فعلا محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق ان انا غلطان ان انا بتدخل في العيله دي؟ يا سلام. هيرجعني لذكريات الجميله انا وصلاح. انت صلاح؟ صلاح مين؟ ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه وانت كنت متجوز احد العسكر ولا ايه؟ اصلها كانت وحيده على سبع بنات. وحيده؟ يا ست الراجل ده بيخرف ولا ايه؟ وحيده على سبع بنات ازاي؟ لانها ما كانتش حلوه قوي زيهم. ايوه. فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟ اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب وسبع التانيين راحوا فين؟ تلفوا. تلفوا طبعا فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. ايوه. كنا نقعد تحت الشجره اللي ورانا دي. يا عم شجره ايه ده؟ بقى عرش موجود عندك عرش اهو. قبل العرش ده ايوه كان في شجره وكان جنبيها ذكر بط لسه سايبينه لحد دلوقتي. شجره وذكر بط؟ ماشي ماشي ماشي. خرف يا عم هريسه. ايوه وبعدين؟ كان شاهد على حبنا. ذكر البط صح؟ أوه. ايوه. هي تحذفني بنبوت. أيوة. وانا احذفها بنبوت. سلام. ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيت ونقوم الصبح دمنا سايح. هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي. ايوه لمبي. لفني. الفك فين؟ في سجارة؟ لفني ناحية العرش. حاضر. يا مملوك هضبة! يا رجال المملوك هضبة! هريسة أبو الليف في النزع الأخير، والليمبي جوز السلطانة شجرة الرز
مهتم بامره. ترى يا رجاله احنا هنسيب هريس هيموت كده بسهوله بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ انا عندي فكره ابو هندمي. قول، انا حاسس انك هتقول لنا حل. احنا نروح كلنا كده بصحبه السيد هضبه ونفاجئ هريسه ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين. الراجل بيقول لك بيموت، بيموت هنهبي فيه اكتر من كده يا بخت. الله، وهنعمل ايه دلوقتي يا سيد هضبه؟ الله، الله يخرب بيتك. اهدى يا مسرور، انا عندي الحل. ايه هو؟ اكيد يا اخوانا هريسه قبل ما يموت ويفلسع من الدنيا هيقول برضه مكان الكنز للليمبي جوز الست السلطانه صجره الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبه، والله كلامك احلى من لقمه القاضي يا سيد هضبه. يا سلام، كلامك لوز مؤشر. يبقى المفروض يا رجاله نراقب الليمبي دوت على طراطيف ايدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغايه ما نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخده لوحدي. ايه؟ قصدي يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله، كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله، مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجاله. على فين؟ الله يخرب بيوتكم، انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسه نتصنط عليه وهو بيقول سر الكنز للليمبي جوز السلطان. هيا ليمبي جوز السلطان. هيا ليمبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي ليمبي. هيو، قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قولي الكنز فين وما تزننيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودني. اديك ودني؟ اديني ودني. اه ودني. مكان الكنز. كنز؟ اه اهو. انزل انزل يا جدو، انزل في امان الله. تعال بقى، يقول لك ده كرباط. ده فين انا؟ الأمير تربان مات. أين الأميرة شجرة الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت رخرة، قعدوا يضربوها بالبباقيب لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. وأين الأمير عمر الدين خشاف؟ كل سنة وأنت طيب بقى، اتلهف على المائدة مات راخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض إيه؟ أنت تقدر تبولع؟ إذا أردتم أن تسلموا سلموا تسلموا، تنعموا بالغذاء والراحة والأمان. تدفعون الفدية ذهباً. مفتاح كنز هريسة معلم. أما إذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم. لا تدعوهم شالنبي، دول كذابين كذابين. أي بلد بيمسكوها بيخربوها بيأكلوا خيرها، ما بيعملوش أي مصلحة للشعب. طبعاً الخرفان بتاكل أي حاجة قدامها، خضرة ناشف يابس أي حاجة بتاكلها. خرفان ما ما. هذه رسالة التتار، أريد ردكم. ده ابنك ده ولا إيه؟ ابنك ولفه ولا إيه ده؟ ده إيه دي؟ خد الرسالة أهو، إحنا موافقين. إيه؟ لا استنى بس يا عم أنت،
استنى يا عم، حماسة صور وخلاص. الله، انت بتبوظ البيعة دي. ده كان الخروف الكبير اهو بتاعهم واقف وبديك الحاجات، بتقول لك الشعر حياكل وحيشرب وحيتمنح بعد ما انت، مش كده يا ست السلطانة؟ ايوه اهو، شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص، طالما انتوا ملتزمين بالكلام ده خلاص، احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي انا بقوله ده صح؟ ما ينفعش. هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفه من الجيل هيتباح لك اي خروف من الوافين دول، والناس تاكل بقى والضيعه تطبعك. كل سنه وانت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي، لازم نحاربهم، نبيدهم. تبيد مين؟ دول يتاكدوا مش يتبادوا. امسك بص، اقول لك على حاجه، انت اتصرف، انت شكلك قائد عظيم. انا هستاذن حضرتك عشان خاطر انا عندي ميتنج دلوقتي، اوكي؟ يلا بينا. يلا. يلا يا ريت تجري. اجري يلا. اوف باب الكنز. بص بقى، بص بقى زنوتة. ايه زنوتة تاني؟ بص يا زنوتة يا حبيبتي، دلوقتي هما هيجوا يخطفوك، انت تعتني العرش وتقومي بالعدل واسترجلي شوية في ال العرش. العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. ما انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر. الصوت ده يحكم مدارس ثانية يا بنات، فاسترجلي كده وخليكي جنب راسها. ان هما ها هو لمبي. ها لمبي، ما تسيبنيش يا لمبي، ما تسيبنيش. تعالى يا بنت، اوعي تعملي وانت بتحكمش، اعملي كده. انا بحبك يا بنت. والله بص هحطك ده فوقك. لا ما خلي بالك من نفسك. يا رب يا رب ما الاقي نفسي عند الفراعنة. يا رب انا سامع صوت كركره وميه وشيشه، ناس قاعده بتشايش. اول بحر ده بحر اليونان ولا مرسيديك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين توال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي، احنا في اسكندريه. اسكندريه يا مرايا. اسكندريه يعني بينه وبين السيده زينب ساعه ونص بالدجو، سبع راكب واخد الكنز واقلع بقى. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابدا، كان عندي زف البحر امبارح. وانا برضه بقول الحجرين توال. جمبري. يا لبس ست داية، يا لبس ست فتيسي. يا ابو شلداية، فين الناسوين اللي وعدتنا بيهم؟ دلوقتي هلو. جمبري 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 جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايه لك رحله من مصر. دلوقتي هلو، اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا فتيسي. مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ يومين الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ ايه صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمه دي. الله، امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومه. لا يا عم الحاج خفيف، دي مش فرض الحكومه، دي بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه عندنا بقى يا عم الحاج. هو الولد ده
مفيش حد مانعني ولا ايه؟ ده انا اللي عملت فيها فرطة قوي. ماشي يا ولا، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرمله بدمك. انت يعني اللي انت اللي انت ناور فيهم يعني؟ يا ناد من هنا. ايه يا ضياء؟ ايه يا ضياء؟ انت متعصب يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها مال. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ياد. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. بينا بينا عكشنا على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. بينا يا رجال اوعى مزيان. مشكلين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الريس سنجاري كلب. الريس سنجاري كلب وفضل يستحلب ويدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى ريس المركبيه هنا، بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله. هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت بتسلمني يا ابني؟ لا والمصحف يا معلم سناره، انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف، انا مش سيد زينب والله. الولد ده شكله لقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا خد. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب أبو عصلية أول امبارح. الله يخرب بيت أمي اللي جابك ورا ظهري. يبقى لو ادوك كراكون. يا عم أنت ما تتكلمش خالص أنت بقى. نزل إيدك يا ولد. يا أخي عيب بقى كده يا أخي بقى. الله. يلا بينا على الكراكون يا رجالة. يلا ما تبعيش قبل أنت بقى. يلا يا أخي. يلا يا أخي. يلا يا ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم والمصحف انت اللي بتعمله يا عم والنبي يا عم انا مش سيدنا والمصحف انا مش سيدنا زينب. ايوه يا جدع ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بنقول لك هو اللي حرق مركب ابو عسليه. عسليه مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش خدلت ايدي، الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول حاجه لله بقى. الولد على حق. اهو النبي على حق، سيبني بقى. اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط، في مفتاح وفي باب فبخش وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابي ورا التسجون. يا عم ما تقول كلمه لله عدنا يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه. يا جدعان مش كويس كده يا جدعان. يا ولد دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا اخدته. ده دواء التشنجات ساعتها. انا ما اخدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. دواء يا عم انت يا عم مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبه اللي كانت قاعده على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام بنظام اعصابك يا فندم اعصابك. خلاص يا غريب بنظام، احكوا لي ايه اللي حصل. الولد ده ولا انت ما تغلس، امنع الكلام والا قسما بالله. اهو حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. حاضر. بنظام احكوا لي. الولد هو اللي حرق مركب ابو عسليه. يا عم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق والنبي غلبان امال ليه في اي حاجه؟ انا مش سيدة زينب اصلا والله، وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش من هنا والله. امنع الكلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش والمصحف، والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط.
وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولا ده على حق. شفت بقى على حق والله؟ لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو قدام؟ يلا بره. باخد اقف مكانك. اثبت جوه كما كنت. كما كنت. لا ده هو مش طب ولا لا. كما كنت ودخل. لا 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 حاضر. اقعد. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر. اتفضل. اتفضل تعالى اقعد. حاضر. استناك كتير. لا لا. ولا 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 قوم. ايوه. اقعد. ما نهزر. اقعد. حاضر. اثبت مكانك. حاضر. كما كنت. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. ده احلى. ده في سفنك كتير. في سفنك احلى. صحت باشا انا مش من هنا. انا اصلا من سيدة زينب وراجل ضاع من الطعمية وعدا باب الله. بقى الناس انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحة بالمفتاح وفتحت باب ونزل من عند التراب. استنى استنى, بس... استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبرة انا وبسبوسة. وبعدين فتحت الباب فجأة لقيت نفسي في قلب السحرة وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسينة لحبايبنا اللي حارسين المينا. جرى يا عمنا ما قلتلناش الولا الليمبي ده ميته ايه؟ حلوة ولا حادقة؟ ولد ايه؟ تشرب هي الطازي ما عملوش حاجة. اشتعل عليك يدوم الواجب ابو الشنبان. انت تؤمر يا حليم. من عينيا من عينيا. بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف. ولا يهمك قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي. ماشي يا حليم. طلع قشر بياض ملوش في أي حاجة. براو عليك يا واد حليمه. خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك أنا حليمة هو خارج إمتى؟ في ديلي على طول. الله أمال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده. قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه جاوبه. بقول لك إيه؟ ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك، فين الحلاوة يا عم عبده؟ من عينيا. بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك ايه يا حليمه؟ انت تطلع على البوظه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. يدوم الواجب ابو بديعه او النبي، احسن الواحد على لحم دماغه من امبارع. بطل لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يدوم ابو بديعه. يدوم يا رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه. يا عم ده ولا غلبان. أنا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وأنت كمان يا أبو وديعة لازم نقتلوك. بس بقى فأنا إيه لما حصل إن أنا بقى خرجت من عند فتحية وجريت والعموم داخلين ورايا عند الباب وقلت لك الباب ده وجه منين؟ فخرجت الناحية التانية قابلت مين بقى؟ قابلت شجرة الرز اللي هي بيقولوا عليها شجرة الدر، بس هي كانت مستنقرة زهر في الشخصية هناك عندهم في البلد منت كده. فانسى بس عرفني وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على من عصر دنشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعة عشان ما حدش يزعلنا في القعدة الخلوية اللي احنا قاعدين فيها دي. يا غريب غريب. تمام يا فندم. مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه والولد ده بريء. شفت بقى انا والله ما انا بقول لك انا بريء. انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. يا سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدام. قوم ايه؟ قوم امشي قدامي. على النعمة ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يا مين بالله ثلاثه انا ما اسمع الكلمه دي الا من ساعتك بقى. ايه الراي بقى؟ عليا طلاق بنت ثلاثة. ناخد الكلمة دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني حبيبي. حقك عليا.
فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك، مبسوط إن أنا خدت إفراج على إيدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. ربك يكرمك يا حماد العلولي. ادعيلي. ربنا ياخدك. أتاتا. Thank you.